السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة انا هشرح فيه ال differential equations، وبتحديدا ال partial differential equation. ال partial differential equation as a definition معناها ال equation اللي فيها على الأقل تفاضل جزئي واحد. تمام؟ المعادلات التفاضلية الجزئية بتتصنف على حسب كذا حاجة. الحاجة الأولانية وهي الأوردر، والأوردر هنا معناه عدد التفاضلات الجزئية للمتغير اللي احنا بنتعامل معاه في المسألة. فلو أنا بتكلم عن متغير U ده dependent variable وبي depend على independent variables X و Y، فأقدر أفضله بالنسبة لل X وأقدر أفضله بالنسبة لل Y، فيبقى عندي U X أو يو واي. الكلام كده ايه؟ واضح شوية. طيب اقدر افضله تاني بحيث ان انا يطلع لي يو اكس اكس او يو واي واي او يو اكس واي. هنا لما انا فضلت اول مرة كان عندي الاوردر بتاعي فيرست اوردر، تمام؟ وده اللي احنا هنتناوله النهاردة تحديدا. لكن بقى لو انا ظهر عندي في المعادلة يو اكس اكس او يو اكس واي او يو واي واي، يبقى انا كده في سكند اوردر، وهكذا في ثيرد اوردر او فورس اوردر او ايا كان. بعد كده عندي حاجة اسمها اللينياريتي، وعندي بتنقسم جزئين، يا اما لينير يا اما نون لينير. وفي حالة انها نون لينير بيبقى فيه تلات تفريعات. تلات تفريعات دول هنفهمهم كويس، وبرضو بنتكلم عن من ناحية الهوموجينيتي. واحنا كده يعتبر صنفنا المعادلة التفاضلية بتاعتنا عشان نقدر نتعامل معها ونحلها. ودي حاجة طبعا هو بيجيش في الامتحان ويقول لك صنف لي المعادلة دي، ولكن الكلاسيفيكيشنز والديفينيشنز والانواع الكونديشنز والحاجات اللي احنا هناخدها النهاردة، الفيديو هيبقى طويل شوية، لان الجزء اللي هو في طريقة الحل الاناليتيكال او الشغل اللي بجد هيكون في الاخر شوية. ف ده اللي هيكون عبارة عن زي شرح، يعني حاجات ما بتجيش في الامتحان ولكن حاجات انت بتفهم عشان تقدر تحل بيها المسائل. طيب نبتدي بالجزء الاولاني، ويعني ايه الكلام اللي قدامنا ده. الكتاب اللي قدامي ده اسمه beginning of differential beginning partial differential equations second edition انتاج وايلي والاوثر بيتر اونيل. اول حاجة بيتكلم فيها النوتيشن او الترمينولوجي. طبعا احنا هنا بنتكلم بقى في ايه؟ في فيرست اوردر، فهنفهم بقى الكلام ده بيحصل في ايه. قال لي البارشال ديفرنشال ايكويشن هي ايكويشن that contains at least one partial derivatives. الاكزامبل اللي قدامنا اكزامبل واضح، اليو بتتفاضل جزئيا بالنسبة للاكس ناقص الاكس في تفاضل اليو بالنسبة للواي بيساوي اكس يو واي تربيع، ودي كده partial differential equation. برضو دي partial differential equation لو احنا خدنا بالنا ان دي هتكون first order، لكن دي هتكون second order. هنا اليو بتتغير عندي في الاكس والواي، هنا بتتغير في الاكس والواي والزد. طيب احنا بيكلمك عن طريقة الكتابة، ان احنا بدل ما بنكتب partial by partial x او partial by partial x تربيع، بنكتبها u x x او u y y او u x y عشان يختصر العملية على نفسه. فالمعادلة اللي فوق دي هو كتبها بالصيغة اللي تحت دي، اسهل وابسط. نفس الكلام المعادلة دي كتبها بالطريقة اللي تحت دي، اسهل وابسط. بعد كده بيعرف لي حاجة اسمها solution of a partial differential equation. هو بيقول لك هو any function، اي دالة that satisfies the equation بتحقق لي المعادلة. We will often seek solutions satisfying certain conditions and perhaps having an independent variables confined to a specified set of values. يعني
احنا بنحاول ان احنا نجيب السوليوشن ده اللي بيحقق لي بعض الشروط وبيبقى فيه independent variables بتكون محددة بقيم معينة. هيديني اول example لاول solution، قال لي 4ux plus 3y plus u equals 0. المعادلة دي first order، هو قال ان هي ليها solution u of x and y equal e power negative x over 4 في f of 3x minus 4y. المنظر اللي انت شايفه ده function في 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 زي ما تقول كده يعني حاجة زي 3x minus 4y او 1 plus 2x او ايا كان، هتتعود عليه جدا. يعني function تمام وجواها variable، ال variable ده عبارة عن linear combination من ال x وال y او ممكن non-linear combination كمان، تمام على حسب ما احنا هنشوف. طيب قالك in which if has be any differentiable function of a single variable this can be verified by substituting u x and y into the partial differential equation using chain rule. ان انت عندك ال u دي بتتغير في ال x وفي ال y، انت تقدر ان انت تاخدها كده، مش دي كده القيمة بتاعتها، هتفضلها بالنسبة لل x وتفضلها بالنسبة لل y، يطلع عندك u x و u y، تحطهم في المعادلة وتقوم تشوف هيساوي ايه، طلع بيساوي زيرو. اذا انت عندك ده solution للdifferential equation او البارشال differential equation اللي قدامك. فقالك بقى differentiation yield يعني هيودينا على فين لما فاضل بالنسبة للx حصل ايه بالظبط. راح مفاضل التفاضل الاول في التاني زائد التفاضل التاني في الاولاني، هيبقى negative 1/4 e power negative x over 4 ل f of 3x minus 4y plus هيسيب بقى ال e power negative x over 4 زي ما هي، ويقوم جاي عامل بال chain rule، هيفاضل ال function دي بالنسبة للمتغير اللي جواها اللي هو 3x minus 4y، وبعد كده هيفاضل المتغير ده بالنسبة لل x، فأكنه فاضل ال function دي بالنسبة لل x. فلما يجيبها يجيب لي f dash للفانكشن دي، اي حاجة بتتفاضل بالنسبة للمتغير اللي جواها تديني الحاجة دي داش، وراح مفاضل دي بالنسبة للإكس هيديله في الاخر 3. تمام طلع ما عنده مين اليو اكس. سيميرالي ها بيفاضل يجيب اليو واي، راح طلع له بالمنظر اللي قدامه ده، راح بقى عامل سبستيتيوتنج او تعويض، وراح جاي معوض، وراح جايب اليو اهي حطها زي ما هي، ضرب الاربعة في اليو اكس وضرب التلاتة في اليو واي، فطلع له ان ده راح مع ده وده راح مع ده، اتبقى له صفر، المعادلة ايه اتحلت. اذا مدام هي اداله صفر يبقى نقول على يو اوف اكس اند واي ده سوليوشن للبارشال ديفرنشال ايكويشن اللي كانت فوق دي. طب هو بيعمل ايه؟ هو بيفهمك معنى كلمة solution. يعني ايه solution؟ solution يعني الفانكشن اللي احنا بندور عليها اللي هي دي اللي احنا بنحاول نجيبها، لما بترجعها بتحطها تاني في المعادلة دي تقوم حققالك الايه العلاقة او الاكويجن دي انها تساوي صفر. احنا طبعا في الكورس بنبقى مهتمين ان احنا نجيب solution. طيب بعد ما عمل التعويض بيقولك because of the freedom to choose f، يعني بيقولك ان f الفانكشن اللي هي f of 3x minus 4y دي يعني can be any function بس اتحقق لي المعادلة، يعني اي function ممكن يطلع e power 3x minus 4y او ممكن تطلع ساين 3x minus 4y. اهم حاجة واهم شرط انها لما تتحط وتتفاضل وتتحط في الاكويجن تدلنا صفر، يبقى الفانكشن f دي تقدر تكون اي فانكشن احنا نعرفهاش. اذا فانكشن f دي نفسها بالنسبة لنا انون، فاحنا برضو في طريقة عشان نجيبها. بيقول لك ان الاكويجن 1.2 عندها infinitely many solutions بسبب حوار ان احنا عندنا حرية في اختيار الفانكشن f.
الاوردر بتاع البارشال ديفرنشال ايكويجن هو الفيرست اوردر وهو اعلى اوردر. ليه؟ لان هو اعلى اوردر في الـ او اعلى ديريفاتيف او اعلى بارشال ديريفاتيف حصل في الايكويجن. بيقول لك الايكويجن 1.2 is of order 1 and equation 1.1 is of order 2. لو رجعنا فوق هتلاقي فعلا الكلام ده مظبوط. البارشال ديفرنشال ايكويجن is linear. هو بقى بدأ هنا يتكلم عن اللينياريتي. ليه بقى linear؟ if it's linear in the unknown function and its partial derivatives. تعالى بقى لو طبعا ما حققتش الشرط ده بتبقى نون لينير. عايزين بقى نفهم الكلام ده. بص كده يعني ايه لينير؟ لينير يعني معادلة خط مستقيم. احنا عارفين لما اقولك ان الفانكشن f of u بتساوي u دي معادلة خط مستقيم equal 3u plus 2 دي معادلة خط مستقيم equal 4u plus minus 3 معادلة برضو linear كلها عبارة عن linears lines تمام. فهتلاقي دايما ان اليو نفسها اليو او تفاضلاتها مالهم مش مرفوعين لباور مش محطوطين جوه لين مش محطوطين باور لإكسبونينشيال فانكشن مش اي باور يو مثلا ما نلاقيش اي باور يو عندنا او اي باور يو اكس مثلا ما يكونوش محطوطين جوه تريجنومتريك فانكشن او هايبربوليك فانكشن مش محطوطين جوه ساين اكس او شاين اكس او ايا كان. ده الشرط الاولاني عشان تحقق اللينياريتي. اللينياريتي زي ما قلنا ان القانون بتاعك اللي هو يو اللي انت بتتعامل معاه ده ما يكونش ولا مرفوع لباور يو او تفاضلاتها ولا يكون مرفوع لباور ولا هو نفسه باور ولا يكون زاوية جوه دالة مثلثية او دالة زائدية اللي هي الهايبربوليك فانكشنز الشاين والكوشاين والاخوات الباقيين ان هم يكونوا عبارة عن ايه؟ عبارة عن يا اما مضروبين في variable قدامهم او مضروبين في constant مفيش اي مشاكل. زي ايه بقى؟ زي المثال اللي قدامنا ده x power 2 u x x minus y u x y equal u. ده تعرف منين انها linear؟ هتلاقي اليو قدامك كذا مرة. بص على اليو، اول يو مرفوع الباور جوه زاوية لا مفيش الكلام ده خالص. نفس الكلام تاني يو اهي مفيش اي مشاكل فيها. تالت يو اهي خلاص الدنيا زي الفل. طيب تعالى بقى x power 2 u x x ناقص y u x y equal u تربيع non-linear. ليه non-linear؟ بسبب الترم u power 2. الترم u power 2 ده يعني اكني بقولك f of u او الـ 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 المعادلة التفاضلية ساعات بتتكتب f of x and y and u x and u y and u x x and u y and u x y equals constant او equals zero او ايا كان. هنا بيساوي لي u تربيع انها تكون بتساوي u تربيع. ده معناها ان انا بقول لك ان دي معادلة بارابولا. يعني لو انت جيت رسمتها تلاقي معادلة بارابولا. فعشان كده البارابولا مش حاجة لينير فاحنا بنقول انها نون لينير. نفس الكلام هنا هتلاقي بقى هنا اليو اكس اكس معمول مرفوعة للباور هاف يبقى هنا برضو بنقول عليها نون لينير. طيب نون لينير ممكن تكون حاجة من ثلاثة يا كوازي لينير يا سيمي لينير يا فول نون لينير. تعالى بقى اما نشوف كوازي لينير. الكوازي لينير والله بص بقى عشان ما تتوهش في الموضوع ده في ناس كتيرة جدا اختلفت على الكوازي لينير والسيمي لينير بس كلهم متفقين على الفولي نون لينير. فخلينا ايه نشوف الكلام ده بيقول قدامنا ايه. قالك الكوازي لينير هي بتكون لينير في الهايست ديريفاتيف اونلي. حلو كده بتكون linear في الـ highest derivative. بمعنى قال لك الـ second order equation دي
ممكن تكون كوازي لينير if it's linear in the highest order derivative terms. بمعنى احنا عندنا uxx، عندنا uyy، عندنا ux، عندنا ux مضروبة في uy، عندنا كوزين u. لو احنا ما عندناش الجزئين دول طايرين كده يعني مشطوبين، اعتبرهم مش موجودين، وعندك المعادلة كده بس، المعادلة دي نون لينير بسبب انها نون لينير وخلاص. بسبب ايه؟ بسبب انها نون لينير في اليو اكس، وسبب انها نون لينير في اليو اكس مع اليو واي، لان اليو اكس مضروبة في اليو واي، وبسبب الكوزين يو هي نون لينير تماما. لكن هنا هي كوازي لينير. كوازي لينير ليه؟ لان اعلى دريفاتيف لينير. حلو كده، هي لينير في اعلى دريفاتيف. ساعتها بنقول ان الايه المعادله التفاضليه الجزئيه اللي قدامنا دي كوازي لينير. السيمي لينير يعني بيقول الهايست دريفاتيف كوفيشنت في الاكس والواي. هنشوفها او هتقابلنا نفهم بقى ايه اول جزئيه دي. جايب لي في اول بروبلم دي، جايب لي كده بروبلم وبيقول لي هي سوليوشن للمعادله دي ولا لا. فهو طبعا هيمسك الفانكشن يو ويفضلها بالنسبه للاكس مرتين وبالنسبه للواي مرتين وبالنسبه للزد مرتين ويجمعهم على بعض يديله الصفر، يبقى ده فعلا سوليوشن. برضو جايب لك معادله بالمنظر ده وبيقول لك اثبت لي انها سوليوشن للويف ايكويشن او الويف بروبلم. الويف ايكويشن هي عباره عن يو تي تي بيساوي سي تربيع يو اكس اكس. ماشي، فالايه بقى الكلام ده مش هنتطرق له قوي، ولكن انت فهمت الفكره العامه. طبعا كده يكون اول سيكشن خلص في التشابتر اللي معانا ده. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هخش على السكشن اللي بعده، وهو اللينير فيرست اوردر ايكويشن، واللي هو برضو بيدور عليها الحديث اكتر.